شوف عيال اللي شككت بالموضوع هو لما قال وسادة عرفت لما قال وسادة أنا شكيت قلت لا أكيد دام وسادة كذا الموضوع فيه سدحة أراجع كلمات الأغنية ما أدري هو قال يا السادة ولا قال يا السادح ما عاد أدري قضية الربع لازم تناقش فيها موضوع صار مشكوك وسادة والله العظيم يا إخوان أنا شفت ناس كثير في حياتي يستحون إلا مثل هالآدمي طالب ما حد يقول جدة حاط يده فوق ليش تخاف تطلع معي والله صاحبك تخوف وين ما تخاف عادي يا واحد قدامك تفرمل ليش في واحد بعد عني 5 كيلو يمكن يضرب فرامل بالغلط ما تدري سوق عدل تكل عدل اوكي بنسوق عدل باذن الله ما انت ايش مشكلتك بالضبط مع الامهات ما يحبونك اللي بالمول انت عندك لاج في الفهم ليش ما يحبونك يا بابا والله يا رب اعطتني نظره انت ما غير طالب عيال ما سويت شيء بس طلعت في ولدها الصغير وهو طايح قدامنا والله يا ربي اعطوني واحد تسدح قدامنا ايش اسوي؟ والله من جد ولدها الصغير سادح في المول سادح في المول قاعد يبكبك كل عشان نظره اعطتها هي سوى ايه